بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح دلوقتي حاجة مهمة قوي بالنسبة لنا في الشغل بتاعنا، اللي هي ازاي اخد باك اب واعمله ريستور. احنا هنا هنشرح اكرونس، تمام؟ هنستخدم اكرونس. هتلاقي اللينك للابليكيشن للسورس بتاعه موجود في اول كومنت في الفيديو، وهتلاقي كمان لينك للكي بتاعه، تمام؟ عشان نسهل على الناس الشغل. وطبعا انت ممكن تستخدمه لو انت عايز تتعلمه، ممكن تستخدمه في اللاب عندك، او انت زي ما احنا شرحنا قبل كده في زي ننزل هايبر في على الجهاز بتاعنا حتى لو كان ويندوز 10، فممكن تطبق عليه الكلام ده. طبعا قبل ما اخد باك اب ابقى عارف انا عايز اخد باك اب من ايه، وعايز اخد باك اب امتى، تمام؟ ودايما بختار وقت اللي مفيش ضغط شغل فيه، تمام؟ احنا هنتعلم ازاي ناخد باك اب، هنتعلم ازاي نعمل فاليديشن الباك اب، هنتعلم ازاي نعمل ريكفر او ريستور الباك اب بتاعي، تمام؟ الشغل بتاعنا سهل جدا جدا جدا، بس طبعا كل اللي انت محتاجه، محتاج تبقى معاك بيرميشن للفولدر اللي انت هتاخد منه باك اب، او الداتا اللي هتاخد منها باك اب، تمام؟ احنا هنا هنشرح ازاي ناخد باك اب من النتورك كمان، تمام؟ لكن ما تفرقش معاك سواء من النتورك او الجهاز بتاعك. اول حاجه هنعملها ان احنا هنبدا نسطب الاكرونس بتاعنا، تمام؟ الانستليشن بتاع ويزارد سهل جدا، تمام؟ نفس الخطوات بتاعتنا. انت هتشتغل ترايل، عشان انا في الاول ببدا معاه ترايل، وبعدين ابدا ادخل الكي بتاعي بعد كده. سالني السؤال الطبيعي هتسطبه فين، وبيطلع لي بيقول لي ان خلي بالك ان الفولدر ده الباص ده مش موجود، فهو هيكريته، تمام؟ مش اكتر من كده. ابلكيشن عادي خالص خالص خالص، تنزله على ويندوز سيرفر، ويندوز 10، اي حاجه انت عايزها، ما تفرقش معاك. فبيسألني بيقول لي انت دلوقتي الاكونت ده هيشتغل بايه، يبقى انه اكونت عندك على الجهاز عشان تكون انت ادمن، تمام؟ فبكتب ادي اليوزر اهو، كتبت باسورد، حتى بكتبها غلط عشان اوريكم ان هو هيسألني ان بيتأكد الباسورد صح ولا غلط، تمام؟ هصلح الباسورد، تمام؟ قال لي تمام، قال لي هيشتغل بالاكونت ده صلاحيات بتاعته، اقول له ايوه تمام، لاجري طبعا اللايسنس بتاعته، اجريمنت بتاعته، وهيبدا يسطب عادي. احنا هنجري سطب على قد ما نقدر، تمام؟ هنا بيسألني بيسطب ايه؟ بيسطب الايجنت بتاع الكور بتاعه، بيسطب الايجنت بتاع الويندوز، بيسطب البوتابل ميديا، لو انت حبيت تكريت بوتابل ميديا تعمل منها ريستور، الكوماند لاين تول بتاعته انت لو حبيت تستخدمها، هيسطب تري مونيتور اللي بيظهر تحت اللي عندك على في التاسك بار، هينزل لك برده المانجمنت كونسول بتاعتك. دي الخطوات بتاعتك. انت مش هتعمل اي حاجه اثناء الانستليشن تاني، هتستناه لغايه لما يخلص خالص، وبعدها هتبدا تدخل الكي بتاعك. وباكد تاني الرابط بتاع البرنامج والرابط بتاع الكي هتلاقيهم في اول كومنت في الفيديو ده. انت هنا مش محتاج يبقى عندك خبره خالص، غير ان انت تعرف ازاي تشير الفولدر عشان تقدر تاخد منه باك اب وتديله بيرميشن او صلاحيات بتاعتك، تمام؟ انا هجري الانستليشن. ادي الانستليشن خلص، كل اللي هعمله هقول له فينيش، هقفل الويزرد بتاعي، هنلاقي نازل لي ايكون تحت اهي بتاعت الاكرونس، هفتح الابلكيشن بتاعي اول مره. انا بنزله هنا يا جماعه على ويندوز 10، تمام؟ يعني مش لازم يبقى على سيرفر، انا اصلا انزله هنا، ان ممكن تنزله على ويندوز 10 عندك. الفكره مش هتختلف طبعا، بيقول لي عايز تعمل ابديت ولا لا، تمام؟ بيحاول اهو، بيقول انا مش قادر ادخل على النت، ان الجهاز معهوش نت الجهاز ده. هخش انا دلوقتي على الهيلب اهو اباوت، عشان اكتف الكي بتاعي، قلت له تشينج الكي، هروح على الفولدر الفايل بتاعنا اللي انا حاطط فيه الكي، اخدته كوبي وبيست حطيته اهو، بيست، اوكي، تمام، يس، بيأكد عليا اللايسنس، اوكي، هيتأكد منه، هيقول لي تمام اللايسنس بتاعتك ايه اكتيفيتد. انا قفلت اهو، هدخل تاني عشان اتأكد، هدخل على الهلب تاني اباوت اهو، ادي متأكتف معايا اهو، تمام. اخش ابص على التاريخ كمان، عليه كاتب لي اهو ان
هو خلاص ما بقاش في تاريخ معين ايه للكي بتاعي. هبدأ دلوقتي اول حاجة هعملها ان انا ازاي اخد باك اب. كل اللي عملته تروت باك اب عند تاسك وترو نيو، اهو بدأ يسألني، قال لي انت عايز تاخد باك اب من ايه. انا ممكن طبعا يا جماعه اخد باك اب من الجهاز، حاجه في الجهاز او حاجه على النتورك. انا في الشرح بتاعي هاخد حاجه من النتورك، تمام، عشان دي الاصعب يعني. طبعا انت محتاج تبقى الفولدر ده او الفولدر انت هتاخد منه باك اب انك تكون عاطيله بيرميشن على الشير، تمام، ويكون الاكونت زي ما احنا هنشوف دلوقتي اهو بدا هو في النتورك بيدور. انا عايز اسهل عليه كمان ان انا هنزل تحت اكتب الباس بتاعي على طول، الاي بي بتاعي على طول، اسهل بدل ما اخليه يدور. انت لو انت مش عارف هتسيبه يدور وتطلع الحاجات الشير اللي عندك في الشبكه. هنزل تحت اهو، هكتب باك سلاش باك سلاش، والاي بي اللي انا عايز اكسسه او النيم اللي عايز اكسسه لو انت في دومين. انا هنا في دومين فكتبت الاسم الجهاز على طول. طبعا سالني انت مين مين فين البرميشن بتاعتك اللي انت هتشتغل بيها. هكتب البرميشن بتاعتي والباسورد، تمام، واقول له اوكي. طبعا دلوقتي هو بيشيك على اليوزر نيم والباسورد وبيطلع، هيطلع الفولدرات الشير اللي على السيرفر ده. كل اللي انا هعمله ان انا هنزل هلاقيه حاطط اسم الجهاز بتاعي، الحاجة اللي عليها هي ظهرت. هشوف انت عايز تاخد باك اب من ايه، عايز تاخد باك اب من كل حاجة، عايز تاخد باك اب من فولدرات معينة، تمام. مش هتفرق معاك نتورك ولا لوكال، انت لو شغال على الجهاز بتاعك هيطلع لك الفولدرات على الجهاز بتاعك وتبدأ تشتغل عليه. ممكن اختار اكتر من فولدر، ممكن اختار فولدر واحد حسب ما انا عايز. بعد ما اخلص كل الفولدرات بتاعتي اللي انا عايز اخد منها باك اب، تمام، هقول له ايه، اكيد هقول له اوكي. طلع لي هو الفولدرات اللي انا اخترتها. انا بقى لو عايز حاجات معينه ما اخدهاش، تمام، هقول له مثلا مش عايز الهيدن فايل اخدها، لا اكسكلود يبقى مش هاخدها. سيستم فايل ياخدها انا ما اخدهاش طبعا مش بنحتاجها، فهقول له اكسكلود، تمام. لو عايز شروط معينه مثلا ملفات وورد ملفات كذا ما اخدهاش، ملفات مثلا الصوت ملفات الفيديو، فهاجي هنا واحط الشروط بتاعتي انا عايزها. هقول له مثلا اد، هشيل مثلا دلوقتي نقول له مثلا اكستنشن بتاع ايه، نقول له استريك دوت مثلا، نشوف كده ام بي 3 ونشوف الفيديوهات، هنبدا نشيل اكستنشن الحاجات اللي انا مش عايزها مش اكتر من كده. مثلا قلت له ام بي 3 اهو، مش عايز ملفات الاوديو لا الاصوات مش محتاجه في الباك اب بتاعي عشان ما تاخدش مساحه على الفاضي. مثلا ام بي 4 وهكذا، هتبدا تضيف الملفات اللي انت مش عايزه ياخدها. بعد ما اخلص هقول له اوكي. يبقى انا كده قلت له هياخد فولدر ايه، ما ياخدش منها ايه، تمام. طب هيحط بقى الباك اب بتاعه فين؟ هختار الباص اللي انا هحط فيه الباك اب بتاعي. ادي مثلا فولدر فلاني، كريت فولدر جواه او احط فيه على طول زي ما انا عايز. وممكن طبعا احط اونلاين لو انا عايز، بس طبعا ده لا يفضل ان ايه عشان ما ياخدش وقت ياما. لو انت عايز تحط على الكلاود ممكن تاخد عندك على الجهاز وبعدين تخليه يرفعه على كلاود اسهل يعني، دي نصيحه يعني. ممكن تسيبه ياخد على كلاود على طول يعني على كرونس. طبعا هنا هشتغل لوكال يا جماعه، فهختار المكان اللوكال انا ايه هشتغل عليه. ادي مثلا على الاي، كاريت فولدر جديد او فولدر قديم زي ما انت عايز، طبعا مش هتفرق معاك في حاجه. وهسمي الاسم اللي انت عايزه، تقول له هو ده الباص اللي انا ايه هحط فيه الباك اب بتاعي.
تمام. يبقى انا كده حددت الفولدر، حددت اكسكلود ليه، وحددت هيحط فين. الخطوه اللي بعدها انت هتاخد باك اب ايه بقى؟ اقول له كاستم، هاخد فول باك اب امتى، هاخد انكريمنتال امتى، ديفرنشال امتى. طبعا يفضل ان الباك اب الفول باك اب يبقى مره في الشهر، تمام. اقول له مثلا مانثلي، يوم كام في الشهر؟ اهو هقول له يوم واحد في الشهر مثلا، او حسب ما انت بقى البلان بتاعتك، امتى الساعه كام معايا. طيب الانكريمنتال امتى؟ هقول له مثلا ديلي، تمام. وراعي بس في الوقت هنا يا جماعه ان يبقى في فرق ما بين الفول والانكريمنتال، عشان اليوم اللي هو يوم واحد في الشهر ممكن يعمل الاثنين، يبقى بدل 12 مثلا انا اديني غيرتها اهو، خليتها 10، خليتها 11 كده ساعه ما بين ده وبين ده، خليتها كمان زائد الاحتياط ساعتين. انا بشرح على مثال عملي يا جماعه. طب ديفرنشال، انت محتاج ديفرنشال كمان ولا هتكتفي بانكريمنتال؟ حسب ما انت عايز، عايز تعمل ديفرنشال كمان هتخش تظبطه. هتسمي التاسك دي ايه، او الباك اب اللي انت عملته ده ايه؟ هكتب الاسم اللي انا عايزه. هقول له اوكي، كده خلاص انا حددت البلان بتاعي، لما يجي الوقت بتاعها هيشتغل، او انا لو عايز اشغلها دلوقتي هقول له ران تشتغل دلوقتي. طبعا انا ممكن اعدل الايديت، ممكن اعمل ديليت زي ما انا عايز، مفيش اي مشكله. اول ما قلت له ايديت عمل ايه يا جماعه؟ طلع لي الحاجه الاوبشن انا اخترتها، تمام. فانا مثلا هغير المكان، انا ايه هاخد فيه الباك اب بتاعي. تمام، اديني غيرت المكان اهو، ما قاليش لا، والدنيا شغاله معايا عادي. ممكن تعدل في اي في التاسك دي طبعا في اي وقت انت عايزه. ادي الباص الجديد اهو اللي احنا غيرناه. عايز اغير في بلان كمان ممكن اغيرها لو انا عايز كمان، يعني لو انت حبيت تغير في بلان ممكن تغير في اي وقت انت عايزه. بعد ما اخلص طب انا اقول له ايه؟ سيف للتغييرات اللي انا عملتها. طب انا كده خلاص الباك اب بتاعي كريت التاسك بتاعتي وكده، تمام. طيب انا دلوقتي عايز اشوف الدنيا بتاعتي ايه. اهو انا ادي الباك اب اهو اتاخد وكده، لا دي الايام التاريخ ريبورت تحت. انا دلوقتي عندي حاجه اسمها فاليديت، دي مهمه قوي. انا عايز اتاكد من الباك اب بتاعي النسخه اللي موجوده وضعها ايه، تمام، صح ولا غلط، عشان ما باش باخد باك اب على الفاضي، تمام. اخد باك اب والدنيا في الاخر اجي اتفاجئ الدنيا تقع، اجي اعمل ريستور ما الاقيش الدنيا بتاعتي. فانا باجي هنا اهو بقول له فاليديشن، بشاور على الباك اب انا مكريته قبل كده اهو، قال لي خلي بالك انت واخد الكلام ده كله. لو انا عايز اعمل باك فاليديشن هقول له ستارت، طبعا هتاخد وقت ياما قوي يا جماعه، تمام. فعشان كده بيسالني ناوي ولا لا، فانا ايه كنسلت بس عشان انا مش محتاج اعمل فاليديشن. انت محتاج تعملها اول مره عشان تتاكد ان الباك اب بتاعك شغال. طب انا عايز اعمل ريستور بقى للباك اب بتاعي، افرض حصلت مشكله عندي، هلاقي عندي حاجه اسمها ريكفر. ريكفر دي هيسالني على ايه؟ فين الحاجه اللي انا هاخد منها الريستور بتاعي، مكانها فين. طبعا لو انت واخد الباك اب في النتورك برضه هيظهر معاك في النتورك، لو هو لو انت واخده في اللوكال هتشتغل على اللوكال. انا في المثال بتاعي انا واخد على ايه؟ واخد في اللوكال عندي الباك اب بتاعي، تمام. بس انا برضه زي التاكيد هنمشي معايا خطوه خطوه. ادي دخلت على النتورك اهو، تمام. وزي ما اتفقنا لو انا عارف الباص هوفر عليه وقت، اهو في المره دي بكتب الاي بي بدل ما اكتب النيم عشان يكون الطريقتين تنفع. هقول له اوكي، طلع لي اسم الجهاز بتاعي، تمام. قبل ما يظهر اسم الجهاز زي ما حصل كده بيسال يوزر نيم والباسورد، اتاكد ان انا ليا برميشن على الجهاز ده ان انا اشوف الشير بتاعه، تمام. اهو هفتحه، ادي الفولدرات الشير اللي عليه. لو انا حاطط الباك اب بتاعي واخده على واحد من دول هقدر اجيب الباك اب بتاعي مثلا اهو هنا، تمام. هو هنا قال لي مفيش باك اب في الفولدر ده، لكن لو هو جوه الباك اب كان ظهر واقدر اعمل له ريستور. طب انا حاطط الباك اب بتاعي فين لو تفتكروا؟ كنت حاطه في الدي، صح. ادي الباك اب بتاعي اهو، هفتحه، تمام. هقول له اوكي اهو،
قال لي اهو الباك اب ده متاخد باك اب التواريخ الفلانيه، انت عايز تعمل ريستور لانه تاريخ، عايز ترجع لانه تاريخ، هختار التاريخ اللي انا عايزه. مثلا هنا واخد باك اب امبارح، تمام اهو. طب ايه الباك اب اللي جواه؟ جواه الفولدرات اللي هتظهر دي دلوقتي، انت عايز تاخد ريستور لانه حاجه منهم اهو، هفتح اختار السب فولدر اللي انا عايزه بالذات. وممكن اختار اكتر من سب فولدر طبعا، يعني اول ما اقف على الفولدر بيقول لي ادي الحاجه اللي موجوده جواها، انت عايز ايه منها كمان؟ عايزها كلها ولا عايز حاجات معينه؟ تمام. فطبعا ده هياخد وقت ياما بس في الريستور، تمام. فهناخد حاجه ايه اقل شويه في الريكفر بتاعنا، ناخد فولدر تاني فيه مساحه اقل مثلا، ده اهو مساحته معقوله اهي، تمام. يبقى انا كده بقول له ايه؟ بقول له انا عايز اعمل ريستور من النسخة اللي من الفولدر اللي اسمه اي سي يو اللي متاخد يوم كذا، تمام. اهو التواريخ، بختار التاريخ، بختار الفولدر، السب فولدر، الفايلات او الفولدر اللي انا عايزها، هقول له اوكي طبعا اهو بيأكد عليا، تمام. هيسألني بعد كده ديستنيشن هرجعه فين؟ لو ضغطت على ديستنيشن عايز ترجعه في الاوريجينال مكانه الاصلي، تمام، ولا عايز ترجعه في نيو لوكيشن؟ فعلى حسب ما انا عايز، لو تو نيو لوكيشن ممكن اعمل ريكفر في مكان تاني معايا، يبقى انا واخد باك اب من حته وبعملها ريستور في حته تانيه. طيب عايز تاخد ايه اكسكلوجن لايه؟ نفس الفكره يا جماعه، انا عايز اعمل اكسكلوجن لايه منه، من الباك اب اللي موجود ده. امتى ينفذ الريكفر ناو؟ ينفذه اول ما اخلص؟ لا انا هقوله مثلا ليتر عشان اوريكم ان انا ممكن اعمل التاسك واشتغل عليها بعد، اخليها ايه ترن بعدين. كتب لي ايه؟ بص يا جماعه لو ليتر، قال لي خلي بالك دي مانيوال، تمام. هتسميها ايه التاسك دي؟ هكتب اسم انا عايزه، انا هنا هسيبه زي ما هو ماي ريكفر 1. هلاقيها فين بقى عشان لما اجي اعمل ريستور او اعمل ريكفر؟ تمام، انا لو دخلت على ريكفر مش هلاقيها، هلاقي ان ريكفر هيسالني على اعمل ريكفر جديد. او بص يا جماعه لما دخلت على ريكفر بيسالني هعمل تاسك جديده، مش القديمه بتاعتي. طب امال القديمه بتاعتي هلاقيها فين؟ طبعا يا جماعه اهم حاجه الحته احنا ما قلتهاش وانا بنشرح الكريدنشال، انا هعمل ريستور بانو اكونت، انا ممكن اكون دلوقتي شغال باكونت، تمام، وايه وانا عايز اعمل ريستور باكونت تاني، تمام. الريسنت اكتيفيتي مش ظاهر جواها الريكفر بتاعتي، انا لسه ما رنتهاش. طبعا انا ممكن اجيب ريكفر من قائمه ريكفر عادي، تمام. اديني انا هنا اهو دخلت على باك اب عند تاسك، لقيت التاسك بتاعتي، شايفين يا جماعه بمنتهى البساطه، ادي ديتيلز التفاصيل بتاعتها عشان اراجع عليها قبل ما انفذها، تمام. باك اب اللي هو بياخد منه فين، السيتنج اهي اللي انا مظبطها، تمام. الهيستوري دي ما ترنتش قبل كده، تمام. ادي التاسك بتاعتي، اتاكدت ان هي دي فعلا اللي انا عايز اعملها ريستور، بمنتهى البساطه هقول له ايه رن ليها، بدا يحمل اهو بيعمل ريستور للداتا بتاعتي. مش هتاخد وقت يا جماعه عشان الداتا دي قليله بس، تمام. هستنى لغايه لما يخلص واشوف الريبورت بتاعه قال لي ايه. اوكي، شكرا على وقتكم.